مرحبا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده من دوره تعلم اللغه الانجليزيه بالصف الاول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 7 لسن 1 اليونت السابع الدرس الاول. عنوان الدرس instructions. instructions معناها التعليمات. بالفقره الاولى يقول لي talk about the pictures، تحدث عن الصور، منطيني مجموعه من الصور، وراها يقول لي then read and match the instructions to the pictures، اقرا وطابق التعليمات، منطين هنا مجموعة من التعليمات، احفظ هاي الكلمة جدا مهمة، طابق التعليمات to the pictures بالصور المناسبة لها. قبل ما أبدي أوضح التعليمات أو قبل ما أبدي أوصل التعليمات بالصور المناسبة لها، لازم أعرف أن هذه التعليمات مهمة جدا جدا جدا، وللحفظ، للحفظ كمعاني. أستاذ ليش تريد من عندي أني أحفظها كمعاني؟ احنا متعودين سابقا كل وحدة، بداية كل وحدة أو كل يونت، الدرس الأول من اليونت هو اللي يحدد ملامح اليونت. يعني مثلا بالوحدة السابقة بالدرس الأول كان الوظائف، ولاحظنا أن الوحدة كلها أو اليونت كلها يتحدث عن الوظائف، واليونت الخامس اللي قبله كان مجموعة من البلدان أو مجموعة من الشخصيات من بلدان معينة، ولاحظنا أنه كل الوحدة أو كل اليونت يتحدث عن البلدان، هذا الشخص من البلد الفلاني، أنت شلون تريد تعبر عن بلد شخص معين إلى آخره. إذن عرفنا أنه هذين التعليمات للحفظ كمعاني، وهسه راح نجي نترجمهن، نحاول نسجلهن أو نسجل ترجمتهن، نسجل الكلمات المهمة اللي بيهن ونطابقهن مع الصور. بالتعليمات الأولى أو النقطة A يقول لي keep off the grass. keep off the grass معناها ابقى بعيدا عن العشب، خليك بعيد عن العشب. يا صورة من الصور اللي منطيني إياها مناسبة لهذا الكلام، الصورة رقم 4، هذا الشخص ده يتحدث يقول له keep off the grass، ابقى بعيدا عن العشب. إذن الصورة المناسبة له صورة رقم 4. الجملة الثانية don't write in this space، لا تكتب على هذه المساحة. يا صورة من الصور اللي منطيني إياها مناسبة لهذه التعليمات، قال إن أنا مكتوب don't write here، لا تكتب هنا. إذن الصورة المناسبة له هي صورة رقم 5. add water، قم بإضافة الماء، and mix with the floor، واخلطه مع الطحين. يا صورة مناسبة الصورة رقم 1. إن أنا منطيني صورة طحين وصورة ماء، ومنطيني تعليمات أو توجيهات يقول له اخلط الماء مع الطحين. بعدها eat plenty of fruit and vegetables، كل الفواكه أو كمية كبيرة من الفواكه والخضروات. يا صورة مناسبة له، هذا الشخص ده يأكل كمية من الفواكه والخضروات وهو كاتب عليه healthy eating أو healthy food، طعام صحي. يا صورة. الصورة رقم 6 اللي بعدها don't leave keys in the car، لا تترك المفاتيح في السيارة. هذه الصورة للمفاتيح تاركها بالسيارة. إذن الصورة رقم 2 اللي بعدها don't put hot plates on the table، لا تضع الصحون الحارة على الطاولة. هذا الصورة الأم غاضبة لأن خالين معون حار على الطاولة. إذن الصورة رقم 3. وصلنا مثل ما طلبنا عندنا التعليمات والصور المناسبة لها، حفظنا التعليمات عرفنا معانيهن. قبل ما أنتقل، شرط أنه أنت لازم حافظ معاني هذه الكلمات أو هذه الجمل، لازم تعرف كل جملة شنو معناها أو شنو الأوامر اللي منطيني إياها. هنا هذا من الجمل راح تقودنا لموضوع آخر اسمه موضوع الامبراتيفز. الامبراتيفز معناها الجمل الأمرية. طلاب ركزوا وياي حاليا قبل ما انتقل لشرح الجمل الأمرية، إذا تلاحظون ذن الجمل اللي منطيني إياها، مثلا keep، احنا ماخذين keep معناها يبقي أو يحافظ. add ماخذين add معناها يضيف. eat ماخذين eat معناها يأكل، وهكذا. والdon't don't don't معناها لا تفعل. don't write لا تكتب. don't leave لا تترك. don't put لا تضع. هسه هنا راح نستخرج ملاحظة بسيطة، أن الفعل اللي احنا حافظيه على سبيل المثال فعل eat، شنو معنى eat؟ معناها يأكل. هذا الفعل من يجي بداية الجملة، لاحظوا أنه إجا أول كلمة بالجملة، لما يجي بداية الجملة يصبح تلقائيا فعل أمر، فيعني eat اللي معناها يأكل صارت كل الفواكه والخضروات. keep اللي معناها يبقي صارت معناها ابقي أو ابقى، keep on the grass ابقى بعيدا عن العشب. add اللي معناها يضيف صارت
صارت قم بإضافة أو أضف add water and mix it with the flour. قم بإضافة أو ضيف الماء مع الطحين. إذن هنا بده يوضح لي شغلة إنه الفعل إذا إجا بداية الجملة يصبح فعل أمر تلقائيا بدون أن أحوله أو أشتق من عنده. يعني سابقا مثلا إحنا ماخذين الفعل المجرد إذا أرد أحوله فعل ماضي إما أضيف لأيدي أو أشتق من عنده مثل الأفعال الشاذة. هنا أنا ما أضيف أو أشتق، هو نفس الفعل المجرد، مجرد أن يصير بداية الجملة يصبح هذا الفعل فعل أمر. الأمر الآخر أنه don't، هذه don't لما يجي وراها فعل مثلا don't put، لا تضع، هم أنا صارت جملة نهي. don't write، لا تكتب، هم أنا دا أأمر شخص معين أقول له لا تكتب، لا تذهب، لا تفتح، إلى آخره. إذن don't زائد من الفعل تعطي جملة أمر عن طريق النهي أو عن طريق جملة نسميها راح نشوف بالشرح جملة أمر منفية. إذن هنا راح ننتقل لموضوع اسمه الإمبراتيفز. إمبراتيفز معناها الجمل الأمرية. الجمل الأمرية من أجل instructions التعليمات، الأوردرز الأوامر، والوارنينجز التحذيرات. شنو يقول لي أو شنو يوضح لي؟ يقول لي هذا ترى الجملة الأمرية أنا أستخدمها لما أريد أأمر أو أنطي تعليمات أو أنطي تحذيرات. شلون يعني؟ خليكم وياي راح تشوفون الشرح المفصل لما أنا أريد أحول الجملة أو بمن أستخدم الجملة الأمرية. هسه بالكم وياي الجمل الأمرية، احفظوا اسمها باللغة الإنجليزية. شو اسمها؟ اسمها imperative. imperatives معناها الجمل الأمرية. شنو هاي الجمل الأمرية؟ شنو استخدامهن؟ شنو فائدتهن؟ هسه راح نجي نتعرف على استخداماتها وفوائدهن. انتبهوا يعني أن تستخدم، الملاحظة شو تقول؟ تقول تستخدم الجمل الأمرية لإعطاء أوامر. شنو أوامر اسمها؟ اسمها orders. احفظوا هذه الكلمات. إما تستخدم لإعطاء orders أوامر أو تعليمات. شنو التعليمات؟ أخذناها قبل بداية الدرس instructions. أو هاي التعليمات أو تحذيرات. شنو التحذيرات باللغة الإنجليزية؟ حفظوها، اسمها warnings. warnings معناها تحذيرات. إذن تستخدم الجمل الأمرية لثلاث أمور. أولاً أما أريد أنطي أمر، مثل شنو أستاذ تريد تنطي أمر؟ يعني مثلاً الأب يأمر ابنه، شو يقول له؟ يقول له على سبيل المثال eat healthy food. ده يأمره، ده يقول له كل طعام صحي. أو يأمر ابنه أو الأب يأمر ابنه يقول له open the door. شنو معنى open the door؟ افتح الباب. احنا نعرف انه open معناها يفتح، لكن لأن اجتنا بداية الجملة اصبح الفعل يفتح اللي هو فعل مضارع اصبح افتح، اصبح فعل امر. اذا كان الفعل في بداية الجملة هذا الفعل تلقائيا يصبح فعل امر، وكذلك مع الفعل eat. eat يأكل، صارت كل طعام صحي. هسه عرفنا شنو الأوامر، تستخدم لإعطاء أوامر أو تعليمات. أستاذ يعني مثل شنو تعليمات؟ أضرب لك مثال. على سبيل المثال الأم تعطي تعليمات لبنتها عن كيفية الطبخ. مثلاً تقولها سوي لنا كيكة أو اعملي لنا كيكة. شلون تعطيها التعليمات مال خطوات عمل الكيكة؟ على سبيل المثال أخذنا مثال قلت لها mix the eggs with flour. شنو معنى ميكس؟ معناها اخلطي. هنا هو معناها العام يخلط، لكن لا نجد بداية الجملة أصبح فعل أمر. صار معناه اخلط. اخلط البيض مع الطحين. صارت جملة تعليمات. تنطي تعليمات لبتها شلون تسوي الكيكة. قالت لها ميكس the eggs with the flour. اخلطي البيض مع الطحين. أو مثال آخر، المدرس يعطي تعليمات للطالب مالته يقول له write your name here. اكتب اسمك هنا. بينطيه تعليمات مثلا بالامتحان
التلميذ سأله قال وين اكتب اسمي يا مكان من المكانات المخصصة بنموذج الأسئلة يقول له اكتب اسمك هنا بيعطي تعليمات هسه عرفنا تعطى أو تستخدم لإعطاء أوامر أو تعليمات أو تحذيرات أستاذ مثل شنو التحذيرات مثلا أني قبل شوية قلت لك open the door افتح الباب افعل هذا الشيء إذا أريد أنهاك عن فعل شيء معين أحذرك من فعل شيء معين شلون أقول أستخدم أو شنو لا أستخدم مثلا أقول لك don't speak loudly لا تتحدث بصوت عالي أنا دا أحذرك أنت بداخل الصف كطالب عندي ودا أحذرك أو دا أنهاك عن فعل شيء معين إيش أقول لك أقول لك don't speak loudly لا تتحدث بصوت عالي أو على سبيل المثال أقول لك don't leave keys لا تترك المفاتيح in the car في السيارة هذه هم تحذير دير بالك لا تترك المفاتيح بالسيارة لأن ممكن نتسرب تحذيرات إذا تستخدم لإعطاء أوامر تعليمات أو تحذيرات هسه عرفنا استخدام الجمل الأمرية زين شلون أني أسوي جملة أمرية شنو هي الطريقة اللي أتبعها على مود أكون جملة أمرية إحنا تقريبا وضحنا هذا الشيء بداية الدرس إن الجملة الأمرية شنو إما تبدأ بفعل شنو يعني استاذ تبدأ بفعل eat فعل open فعل mix فعل write فعل هذين كلهن أفعال الجملة الأمرية تبدأ بفعل رئيسي يعني إذا خليت الفعل الرئيسي بداية الجملة أصبحت جملة أمرية تبدأ الجملة الأمرية أما بفعل أو be don't أو never شنو مثل شنو هو don't أو never don't speak لا تتحدث don't leave لا تترك أو أقدر أقول never leave keys in the car أبدا لا تترك المفاتيح في السيارة إذن أنا راح يقودنا لتقسيم أنا أقسم الجمل الأمرية إلى نوعين جمل أمرية مثبتة وجمل أمرية منفية انتبهي طلاب احنا ماخذين سابقا شنو يعني منفي يعني بي نوت هي الدونت اصلا الدونت جايتني من شنو جايتني من دو زائدا نوت دو زائدا نوت اختصرها شو تصير دو نوت يعني وجود النوت بالجمله معناها الجمله الامريه المنفيه هسه انا شو نقول نقول انه الجمله الامريه المثبته تبدا بفعل والجملة الأمرية المنفية تبدأ أما don't أو never النبر بمجرد أني أشوفها أعرف أن هذه الجملة منفية يعني النبر هي المساوية للنوت وجود النبر بالجملة وكأن وجود النوت بالجملة إذن عرفنا أن الجملة الأمرية تنقسم إلى قسمين مثبتة منفية المثبتة تبدأ بفعل المنفية تبدأ أما don't أو never وعرفنا أستخدم الجمل الأمرية بشنو وكذلك عرفنا الجمل الأمرية اللي منطيناها لبداية الدرس هذني التعليمات هي عبارة عن جمل أمرية زين أستاذ شلون تجيني بالامتحان شلون أقدر أجاوب عنها انتبه للنانا أنا منطيك الملاحظات خلينا نراجعها بشكل سريع تستخدم الجمل الأمرية لإعطاء أوامر قلنا أما أوامر orders instructions تعليمات أو warnings تحذيرات كما في الأمثلة التالية أعطيكم أمثلة إضافية mix egg with flour اخلط البيض مع الطحين come here تعال إلى هنا أنا دا أمر شخص أقول له تعال إلى هنا هنا أنا شي يقول لي يقول لي أو مثال آخر يقول لي look both sides before you cross the road look معناها ينظر لكن لا رجعت لبداية الجملة أصبحت أنظر أصبحت فعل أمر إذن أنظر على جانبي الطريق قبل أن تعبر الطريق شو تقول الملاحظة الجمل الأمرية نوعان النوع الأول هو الجمل الأمرية سميناها المثبتة والتي تبدأ بفعل رئيسي مثلاً close the door اغلق الباب close شوفنا أنا close فعل رئيسي صار الجملة الأمرية مثبتة open the window افتح النافذة open فعل رئيسي أصبحت الجملة الأمرية مثبتة keep on the grass ابقى بعيداً عن العشب keep فعل أصبحت الجملة الأمرية مثبتة أما النوع الثاني الجمل الأمرية المنفية
والتي تبدأ أما بdon't أو never. كمثال ها طبعا يأتي بعدها بعد don't و never فعل رئيسي. مثلا don't talk لا تتحدث. never do that again لا تفعل ذلك مرة أخرى. غالبا النوع الثاني اللي هو الجمل الأمرية المنفية تستخدم للتحذيرات للنهي عن فعل شيء معين. أنا عندي ملاحظة تضاف للملاحظات اللي شرحناها تستخدم. هاي ملاحظة جدا مهمة طلاب حاولوا سجلوها بالدفتر. تستخدم always مع التحذيرات المثبتة. يعني هاي ملاحظة خلوها بالكم. احنا مو عندنا جمل أمرية مثبتة وجمل أمرية منفية. هاي المثبتة غالبا ايش استخدم وياها؟ استخدم وياها كلمة always. اما الجمل الأمرية المنفية اما never فتستخدم مع التحذيرات المنفية. اذا مع الجمل المنفية نستخدم never. هذه ال always وال never غالبا بالامتحان التحريري تجينا على شكل اختيارات. وراح نشوف انه بالكتاب النشاط نعطيني وايد تمارين متعلقه بال always وال never. هسه شلون تجينا بالامتحان وشلون اقدر اجاوب عنها؟ هسه ركزوا يا طلاب. ان انا ايش يقول لي open the door افتح الباب. هذه الجمله شو اسميها؟ ركزوا ويا يا طلاب. بدات بشنو؟ بدات بفعل. اذا بدات بفعل شو اسميها؟ نسميها جمله امريه مثبته. مثبته تبدا بفعل. اذا ترجعون تبدا الجمله الامريه انه الاول مثبته تبدا بفعل رئيسي. اذا بدات بفعل رئيسي هاي الجمله نسميها جمله امريه مثبته. شو يطلب من عندي؟ يطلب من عندي نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ يعني انفيني اياها. سوي لي اياها جمله امريه منفيه. الجمل الامريه المنفيه ترجعون للشرع بشنو تبدا؟ الجمل الامريه النوع الثاني الجمل الامريه المنفيه تبدا بشنو؟ اما don't او never. بكيفك تستخدم don't او never. هسه نجي نحل. اكتب don't او never بكيفك. زائد الفعل شنو الفعل؟ open the door لا تفتح الباب. هو بالبدايه قال لي افتح الباب. هاي جمله امريه مثبته اريدك تنفي اياها. تنهى عن فعل فتح الباب اقول له don't open the door لا تفتح الباب. او اقول له never open the door ابدا لا تفتح الباب. الجمله النوع الثاني مثلا يقول لي warning. شنو warning؟ warning حفظناها معناها تحذير. هاي الجمله اريدك تسوي لي اياها تحذير. علي eats too many sweets. شوف هنا طلاب يقول لي علي ياكل الكثير من الحلويات. شنو هو التحذير المناسب لهذه الجمله؟ ايش اقول له؟ هو ده ياكل كثير من الحلويات. اقول له لا تاكل كثير من الحلويات. بما انه هو قال لي warning قلنا الوارنينج معناها منفيه فاقول له اما don't او never. كيف don't او never eat لا تاكل. ما يصير اقول eat قلنا الفعل يجي وراها فعل مجرد. don't eat او never eat too many sweets لا تاكل الكثير من الحلويات. او never eat too many sweets ابدا لا تاكل الكثير من الحلويات. من اللي ممكن نجيب لي على شكل اختيارات؟ يقول لي always don't never keep knives away from children. شوف هنا أنا. هاي بشكل اساسي تعتمد على حفظك للمعاني. يقول لك ابقي السكاكين بعيدا عن متناول الاطفال. دائما ابقيها بعيد عن متناول الاطفال. لو ابدا ما ابقيها بعيد عن متناول الاطفال اكيد اقول له always. ليش؟ لان بدت بشنو؟ بدت بكيب. شنو معنى كيب؟ بمعناها يبقي. فعل رئيسي. فعل رئيسي يعني شنو؟ بدأت الجملة بفعل رئيسي يعني شنو؟ نرجع للملاحظات. بدأت الفعل رئيسي يعني جملة مثبتة. جملة مثبتة ايش نستخدم وياها؟ المثبتة نستخدم وياها always. إذا أقول له always keep knives away from children. دائما أبقى السكاكين بعيدا عن متناول الأطفال. Give an imperative sentence about grass use keep. شوف هنا هاي صيغة جديدة وغالبا هذه يعني صيغة متقدمة خاف يطبوها من عندكم. شو يقول؟ يقول لي اريدك تنطيني جمله امريه. give imperative sentence معناها اعطي جمله امريه. about grass عن شنو؟ عن العشب. اقول لك انت ماخذ جمله سابقا عن العشب. انا قلت لك احفظها. ماخذ جمله امريه سابقا عن العشب. عن العشب الجراس معناها العشب. ومستخدم وياها الفعل keep. تقدر تتذكر اياها تنطيني اياها؟ شو اقول له؟ اقول له keep off رجعت جمل the
جراس ارجع على الجمل اللي اخذناها بدايه الدرس. ابقى بعيدا عن العشب. نرجع على الجمل اللي اخذناها بدايه الدرس. ايش قال له؟ قال له keep off the grass، ابقى بعيدا عن العشب. هذه جمله امريه. يقول لك هاي الجمله الامريه انطيني اياها اللي بها grass وبها الفعل keep، تقدر تتذكر اياها؟ فلازم نكتبها بشكل صحيح. هذا ما يخص كل الموضوع الجمل الامريه، التعليمات، الاوامر، التحذيرات، شلون يجينا بالامتحان، شلون نقدر نجاوب عنه. الان ننتقل لكتاب النشاط والتمارين المتعلقه به. من بدا شيء يقول لي write four imperative sentences، اكتب لي اربع جمل امريه choose from the verb in the box باستخدام واحد من الافعال او احد من الافعال اللي بالصندوق. شوف هنا شو يقول لي، يقول انا معطيك فعل على سبيل المثال، مثال فعل دو. شنو معنى دو؟ يفعل. هاي احفظها، يفعل هذا الفعل العادي. لكن لما اخلي بدايه الجمله ايش صارت معنا؟ ايش راح يصير معنا؟ راح يصير معنا افعل. مثلا اقول له do your homework، افعل واجبك البيت. انطيت جمله امريه باستخدام الفعل اللي نعطيني اياه اللي هو الفعل do. مثلا drink، شنو معنى drink؟ معناها يشرب، هذا فعل مضارع. اخليه بدايه الجمله drink، ايش صارت معناها؟ صارت معناها اشرب، صار فعل امر. شنو اللي يشربه؟ شنو الامر اللي انطيه اياه؟ مثلا اقول له drink lots of water، اشرب الكثير من الماء. دا نصحه نعطيه الامر انه لازم تشرب الكثير من الماء لان الماء يعتبر صحي. eat ياكل، هذا خلي بدايه الجمله ايش صارت؟ صارت كل. eat lots of fruit and vegetables، كل الكثير من الفواكه والخضروات. اللي بعدها give يعطي، اذا خليها بدايه الجمله ايش راح تصير؟ تصير اعطي. مثلا give me your bag، اعطني حقيبتك. امر شخص ان اقول له انطيني حقيبتك. do معناها يفعل، صارت في بدايه الجمله ايش صارت؟ افعل. drink معناها يشرب، صارت في بدايه الجمله ايش صار معناها؟ اشرب. وهكذا مع البقيه. اذا مجرد اني احدد الفعل بدايه الجمله يصبح تلقائيا فعل امر. ننتقل للتمرين رقم 2. شو يقول لي؟ يقول لي who might use these imperatives، من اللي باعتقادك يستخدم هاي الجمل الامريه؟ complete the table، اكمل الجدول. شوف هنا أنا منطيني جدول، يقول لك اكو imperatives، اكو جمل امريه your parents use، اكو جمل امريه والدك يستخدموها، واكو جمل امريه يستخدمها مدرسك، واكو جمل امريه انت تستخدمها. فياهو من ذن اللي يستخدمها الاب، ياهو من اللي يستخدمها المعلم او المدرس، وياهو اللي تستخدمها انت. مثلا work with the partner، اعمل مع زميلك، هذا ياهو اللي يستخدمها، يستخدمها المدرس، يقول لك اشتغل او حل الواجب ويا زميلك. come home at 5 PM، تعال للبيت الساعه بالخمسه، هذا من اللي يستخدمها؟ يستخدمها الاب، البيرنتس او الوالدان. pass me the ball، ناولني الكرة، انطيني الطوبة، هذا من اللي يستخدمها؟ هذا أنت تستخدمها مثلا تلعب ويا زميلك كرة قدم بالساحة. وهكذا play computer game with me، العب لعبة حاسوب معي، من اللي يستخدمها؟ أنت تستخدمها. finish your food، انهي طعامك، من اللي يستخدمها؟ والدك. وهكذا let me play، دعني ألعب، من اللي يستخدمها؟ أنت تستخدمها. open your books، افتح كتابك، هذا المدرس يستخدمها. sit down quietly، اجلس بهدوء، المدرس يستخدمها. quiet please، هدوء رجاء، المدرس يستخدمها. set the table، رتب الطاولة، من اللي يستخدمها؟ والداء. وهكذا come to my house after school، تعال إلى البيت بعد المدرسة، من اللي يستخدمها؟ والداتي اللي يستخدموها. هذا ما يخص تمرين رقم 3. هذا مجرد نشاط صفي، يريد يعرفني الجمل الأمرية، كل جملة أمرية من اللي يستخدمها؟ بعض الجمل الأمرية يستخدمها والداء، بعضها يستخدمها مدرسك، بعضها أنت تستخدمها. مثلا تحكي ويا صديقك تقول له ناولني الكرة، help me with my homework، ساعدني بحل واجب بيتي، إلى آخره. هسه يقول لك انطيني جمل أمرية أنت مثلا أنت تسوي لي إياها. مثلا imperatives your parents use، جمل أمرية، انطيني جمل أمرية والدك يستخدموها غير اللي احنا قلناها. مثلا go to your room، اذهب إلى غرفتك. مثلا نقول له sleep early، نم باكرا، لازم تنام من وقت. مثلا pass me my mobile، انطيني موبايلي، جيب لي موبايلي، الى اخره. imperatives teachers uses،
الجمل الأمرية التي يستخدمها مدرسين اللغة المدرسين بشكل عام. مثلا المدرس يقول لي open the book، افتح الكتاب، be quiet، كن هادئا أو كونوا هادئين إلى آخره. Imperatives you use، الجمل الأمرية التي تستخدمها، مثلا أقول له help me with homework، ساعدني بحل واجب البيت. أنا سأل زميلي إنه يساعدني بحل واجب البيت، هذا أمره. مثلا أقول له give me a pen، انطيني قلم. أنا ما عندي قلم، طلبت من زميلي أو ومرس زميلي إنه ينطيني قلم، وهكذا. يقول لك انطيني جمل أمرية من الممكن أن تستخدمها بداخل الصف أو غير مكان. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أنه درس مهم جدا، فيه كثير من الملاحظات المهمة بموضوع الجمل الأمرية. وراح نلاحظ أن اليونت كله يتمحور حول الجمل الأمرية، التحذيرات، التعليمات إلى آخره. راح نشوف أنه إذا ما حفظنا أن الجمل الأمرية اللي بداية الدرس الأول، راح يفوتنا هواي مواضيع، أو راح هواي مواضيع نواجه صعوبة بحفظها. فقبل ما تنتقل للدرس القادم، حاول تفهم أن الجمل الأمرية تحفظهن، تعرف شنو الجمل الأمرية، شنو استخدامها، الجمل الأمرية المثبتة، المنفية، شلون تجيها بالامتحان، شلون نقدر نجاوب عنها. يلا تنتقل للدرس القادم. حاول تكتبوا هاي الملاحظات بالدرس اللي تحفظوها، لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. ختاما، شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها، تقدرون تواصلوا معي على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.